أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بل الله يا عمر القيامة
صعق ما في السماء.
أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم أشرقت الأرض بنور ربها صدق الله العظيم وأشرقت الأرض الكتاب
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى المتكبرين
سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا Oh!
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله يا رب العالمين. Oh.
الحمد لله. وقيل الحمد لله. وقيل الحمد لله رب العالمين. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. من الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
أما ثمود فأهلكوا بالطاغية. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدرك بالحق. كذب ثمود وعاد من
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحمن لا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا بفضلك يا ربنا شر ما قضيت سبحانك إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت نؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعزنا ولا تذلنا اللهم يا ربنا عليك باليهود ومن والاهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقتلهم أدبا ولا تغادر منهم يا إلهي أحدا اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية اللهم هون علينا الموت سكرات والقدر وظلمته والصراط وذلته والحساب وشدته ويوم القيامة وأموال اللهم ارحم فقيدنا اللهم جاف الأرض عن جنبيه اللهم اجعل قبره نورا اللهم افسح له في قبره مد بصره اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا يا إلهي فتجاوز سيئاته اللهم يا ربنا اجعل ليلته هذه خير لياليه اللهم شفع
اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. اللهم بلغه ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه، واغفر اللهم لنا وله ولعامة المسلمين الفاتحة. هكذا خذ ايمان الاسلام، لقد عشنا في رحاب السنة الطاهرة، كنا جلوسين خاشعين لله تعالى، منصتين لآيات ربي تلاها عليكم فخر قراء البحيرة الاسكندرية، ألا هو فضل القارب الشيخ عبد الله السجاد، ألا عضو مقام القراء بالبحيرة والمدرس الأول بالأزهر الشريف والمقدم الإذاعة والتلفزيون والمقيم بزاوية حمار التابعة لمركز ومدينة الدلنجان. أما بذلك أقدس تدور فرع الشعبية الكبرى التي ركبت أجهزة محلات المخازن أولاد الحاج عبد المنعم زكزوف المقيمين ببندر أوتيل بارو، ولكل من تقدم العزاء كان سعيد مشكور، كما نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحماته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلم له وزوية الصبر والسلوان. وشكر الله لكم سعيكم جميعا.